أهلا بكم في المطبخ العبقري، ودلوقتي هنبدأ الدرس الثالث في كورس الكيك بتاعي. هنعمل النهاردة كيك الشوكولاتة. طبعا مش محتاجة اشرحها، كيك الشوكولاتة معمولة من الشوكولاتة. مكونات الكيك ساعات ممكن يضاف ليها شوكولات فدج أو شوكولات كريم. في نوعين من الشوكولات كيك، الأشهر ما بينهم هما النورمال شوكولات كيك أو الجيرمن شوكولات كيك. الفرق ما بينهم إن الجيرمن شوكولات كيك بنحط سكر زيادة عشان نحليها زيادة. المقدار الطبيعي لكيك الشوكولاتة قصاد كل كوب كاكاو بنحط 1 كوب سكر. تعالى أوريكم مقادير الشوكولات كيك: دقيق، كاكاو، سكر، بيكنج سودا، فانيليا، بيكنج باودر، زيت، بيض، مية دافية، لبن دافي. أول حاجة لازم نعملها من الحاجات الضرورية جدا إن قبل ما نشتغل نسخن الفرن. دي من الحاجات المهمة جدا عشان إحنا عايزين لما نيجي نحط الكيك بتاعتنا في الفرن الكيك على طول تاخد زي شوك كده وتبتدي تطلع وتنفش معنا. فأنا هنا مجهزة طبعا بولتين، هتبقى في بولة للمقادير السايلة وبولة تانية للمقادير الجافة. تعالوا أول حاجة نشتغل في المقادير السايلة. هننزل البيض. البيض مهم جدا إنه يبقى على درجة حرارة الأوضة، وعامة كل المقادير مهمة جدا إنها تبقى على درجة حرارة الأوضة. ده هيخلي كيك تتخلط كويس جدا، وفي نفس الوقت لما تيجي تخش الفرن تتسوى بطريقة مظبوطة. فهنحط البيض ومعاهم السكر، ممكن نحط الفانيليا، وهنضرب المكونات دي كويس جدا لغاية لما يفتحوا ويبقوا هشين. دي برضو هتدينا قوام حلو جدا للكيك، وهتخلي الكيك بتاعكم فلافي وهشش اكتر. فانا هضربهم كويس قوي وهوريكم الشكل بتاعهم. عايزة اوريكم دلوقتي القوام اللي انا بتكلم عنه، عايزينه يبقى بالطريقة دي. بصوا بقى فتح قوي وبقى كريمي، ده اللي احنا عايزينه، ده اللي هيخلي الكيك بتاعتكم فعلا طريه وهشه وحلوه من جوه. خلاص دلوقتي هنضيف الزيت، هنضرب ضربه سريعه جدا. ده القوام اللي احنا عايزينه، عايزينه هشش، عايزينه يفتح، لان ده هيفرق جدا في طعم الكيك وفي شكل الكيك، هتخلي الكيك هشة اكتر وطرية جدا. دلوقتي هنضيف اللبن. اللبن برضو مهم جدا يبقى على درجة حرارة الأوضة او السنة دافي يعني، بس ما يبقاش سخن. ده هننزله. اللبن برضو هيخلي الكيك طرية. هنضرب ضربة سريعة ونكمل الباقي. خلاص كده احنا دلوقتي خلطنا كل المواد السائلة بتاعتنا. هنبتدي نخلط المواد الجافة. اول حاجة هننزل الدقيق. الدقيق مهم جدا برضو انه يبقى منخول عشان هتخلي الكيك بتاعتكم ناعمة وهشة اكتر. مع الدقيق هننزل البيكنج سودا، البيكنج باودر، هنحط رشة ملح. رشة الملح دي مش دايما لازم، بس هي تبقى لطيفة عشان بتكسر حتة الحلاوة. هنقلب كل ده كويس جدا يختلطوا مع بعض. واخر حاجة عندنا
الكاكاو. الكاكاو برضو مهم جدا انه يبقى منخول، عشان احيانا بيبقى فيه قطع ومش عايزين القطع دي تبقى في الكيك. ودلوقتي هنخلط كل المكونات الجافة كويس قوي مع بعض. طبعا نخلطهم كويس جدا عشان لما نيجي نحطهم في البولة التانية بتاعتنا يبقى أسهل في الخلط، يعني كل المواد تتوزع بطريقة مظبوطة. هناخد البولة بتاعتنا اللي فيها المواد الجافة وهننزلها في البولة التانية. هنقلب كل المكونات دي كويس مع بعض، وطبعا دلوقتي بما ان حطينا البيكنج سودا والبيكنج باودر مهم جدا ان الخليط ده ما يقعدش بره مدة طويلة. اخر حاجة هنعملها في الوصفة دي، عندنا هنا مية سخنة او يعني اكتر من دافية بشوية، دي هنزلها في الخليط بتاعي. دي هتساعد ان هتدي اولا طراوة زيادة للكيك، وفي نفس الوقت هتظهر طعم الكاكاو اكتر. هنخلط كل ده كويس. هجيب السباتشولا وهقلب كويس، اتاكد ان مفيش حاجه في البوله من تحت. دلوقتي عندي الصينية دي احنا هنعمل النهاردة كيكة الشوكولاتة، مش هنضطر نطلعها من الصينية، ممكن ناكل منها على طول من صينيتها، بس برضو الصينية مهم جدا انها تبقى متغلفة بالزبدة وشوية دقيق. هنزل الخليط الكيكة دي، كيكة الشوكولاتة هتقعد حوالي نص ساعة مش اكتر من كده. هنعرف انها خلصت لما ندخل خلة اسنان من النص، لو طلعت نظيفة يبقى الكيك بتاعنا جاهز. مهم جدا ان ما نفتحش الفرن كل شوية على الكيك عشان ما تهبطش مننا وتتسوى بطريقة مظبوطة. هندخلها الفرن، ودلوقتي عدى حوالي نص ساعة وهنروح نبص على الكيك ونشوف شكلها عامل ازاي. ودي الكيك بعد ما طلعت من الفرن، سهلة جدا وطعمها حلو جدا. عايزة اقول لكم حاجة، ان معظم الناس بتحب تعمل كيكة الشوكولاتة مع الفدج او الشوكولات كريم، لكن احنا دلوقتي بنعمل كيكة الشوكولاتة الاساسية. ايه الفرق ما بين الشوكولات ويبينج كريم والفدج؟ الفرق ان الفدج عادة بيتحط عليه الزبدة، لبن مكثف محلى، وممكن سكر لو حابين، ممكن مكسرات، لكن هو عادة بيبقى لبن مكثف محلى وطبعا الشوكولاتة والزبدة. الويبينج كريم او كريمة الخفق اللي بالشوكولاتة تبقى عبارة عن كريمة خفق ممكن يتضاف عليها شوكولاتة سايحة او كاكاو. خليني ابسطها لكم اكتر، ان كريمة الشوكولاتة او كريمة الخفق بالشوكولاتة تبقى اخف كتير من الفدج. وبكده انتهى الدرس الثالث من كورس الكيك.